استوب يا ابني، والله مامي والله يجي مني يا ستي اضربيني بالقلم. ازاي استعديتي دور نفيسة؟ نفيسة بص، استاذ مندو الاول لما رشحني فانا قلت يعني ايه، الاول ما كنتش عارفه مين البطوله مين، فقالوا لي استاذه نيلي كريم، فانا كنت عارفه ان هي عامله صعيدي، فقلت اكيد مش هيجيبني انا صعيد، فاهم؟ لدغه يعني. قلت هتبقى ايه الموضوع، قالش مني. فروحت لقيت دور نفيسه، ما كنتش عارفه نهايتها ايه، بس هو قال لي بس ان هي صاحبه مش كويسه. لما قريت بقى استعديت، ان طبعا قعدت الاول مع استاذ عبد النبي مصحح اللغه اللهجه وبس، قعدت بس اشوف فكره ان نفيسه دي، الكلام ده مش مكتوب، بس قعدت اشوف هي ايه اللي مخليها تبقى كارهه صاحبتها قوي كده. فقعدت اشوف حاجات بقى من دماغي انا ومريم الخشت، نقول مثلا كانوا في نفس المدرسه بس دي اتجوزت وكملت تعليمها واتجوزت حد كويس ودي لا، قعدت اشوف ايه اللي في النفسيات وحش بس، وطلعت نفيسه بالبشاعه دي. في حد في حياتك زي نفيسه او قابلتي حد في حياتك زي نفيسه؟ بص اكيد انا ما اعرفش حد، بس اكيد جواه في، بس انا ما اعرفش هو مين، لان اكيد الناس نفوسها مش احسن حاجه، بس مش هتبقى لدرجه نفيسه. يا نهار اسود، انا عايشه ازاي لو في واحده جنبي عامله كده؟ ايه اصعب مشهد صورتيه في المسلسل؟ المشهد المواجهه. يا حبيبتي مريم كانت عندها مشكله جدا ان هي تضربني بالقلم، اقول لها مريم اضربيني بالقلم يعني خلينا نخلص، تقول لي لا دور نفيسه ماشي هيبقى بالنسبه للدور مش هتتاثر، بس وقام مجدي هتتاثر لما تضرب، يا ستي اضربيني بالقلم. بس كان فكره المواجهه، لان ده بقى اللي ببقى ببلطجه وكده، والمشهد الكلوز عليا المفروض اللي انا ماسكه الموبايل وانا بصور. فكرتي تروح لدكتور نفسي بعد المسلسل ده؟ لا رحت قبل. مش الدرجه دي، بس هو يعني كنت لسه، حتى صحابي حتى بيقولوا ان انا نفيسه مأثره عليا، ان انا بقيت اجريسيف اكتر، يعني انا اصلا اجريسيف فالموضوع بقى اكتر، لكن لا ما رحتش. تخيلي ان مريم اكيد لازم احكي لنا عن الدويتو بينك وبين مريم، ازاي قدرتوا توصلوا للحاله ديت من التفاهم والانسجام في الدور قدام الكاميرات؟ هي شخصيه بتركز قوي، بتحط يعني بنبقى قاعدين، هي مثلا هي عكسي في حاجه، انا بحب اراجع قوي واحب ان انا افضل ابقى في المود ومش عارفه ايه، وهي بتحب قبلها على طول، بس هي حاولت تساعدني يعني، انا لو بقول لها مريم انا عايزه اعيد المشهد او عايزه اراجعه قبل كده تقعد معايا. ايه المشروعات اللي انت تستعديها لقدام؟ احنا بعد ان شاء الله وقت العيد هيبقى طالعه ضيفه شرف في مسلسل اللعبه 4، دي حاجه حلوه قوي. دي حاجه حلوه جدا. نفسي بقى يعني لسه ما فيش حاجه، بس انا نفسي اعمل كوميدي، ان انا السنه اللي فاتت في مسلسل انحراف طلعت قتلت قتله، وهنا طلعت صاحبتي، وابو العروسه طلعت خاينه، والله لا والله لا انا مش كده. فنان نفسك تشتغلي معاه؟ استاذ خالد النبوي، بحسه وهو صغير وهو كبير وكل حاجه دايما مختلف. اكتر دعوه دعتيها على الفطار السنه دي؟ دعوه بدعي ان اهلي يبقوا كويسين وبصحه كويسه، وان انا انجح في وات ايفر في اي حاجه، وان انا ما عنديش بوقت اكتئاب كان عندي فتره فاتت ما عنديش بيها تاني ابدا. اكتر نعمه بتحمدي ربنا عليها؟ امي. مغامره نفسك تجربيها؟ نفسي مثلا انط من طياره، اعمل عارف نفسي كده اقول للناس انا عملت حاجه، بس انا اصلا يعني بروح دريم بارك بفضل واقفه اتصور جنب الالوان والحاجات والعيشه والناس بتقعد تلعب. حاجه تافهه بتجمعيها؟ كنت بجمعها بس دلوقتي لا، كنت بعمل بتاعه الكان بتاعه نفسي الفكره دي، كنت بعمل منها ميداليه وبتاع. حاجه بتنصحي بيها نفسك زمان؟ حاجتين عكس بعض، بطلي تفاهه وفكي شويه، فموضوع متناقض، لان انا كنت تافهه قوي فجت حاجات جد، ففجاه ما بقتش عارفه اتصرف فخدتها قوي بالطريقه العكس، فاللي هو يعني اعرفي المسؤوليه وفي نفس الوقت هونيها على نفسك. ريد فلاج لما بتشوفيه في حد لازم تهربي؟ بينقل كلام. ابلكيشن ما تقدريش تتخلي عنه على الموبايل؟ انستجرام. شاي ولا قهوه؟ قهوه. ام كلثوم ولا فيروز؟ ام كلثوم. محمد فوزي ولا عبد الحليم؟ محمد فوزي قوي. شتا ولا صيف؟ صيف. صبح ولا ليل؟ صبح، بس انا بصحى بالليل، بس انا بحب الصبح، لما بصحى بحب الصبح.